مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال سهرة اليوم بحول الله سينخفض الضغط الجوي، هذا ما سيسمح لعبور اضطراب جوي ضعيف النشاط على المناطق الشمالية، سيعمل خاصة على انخفاض لدرجات الحرارة، وهذا اليوم الغد بحول الله على كل المناطق الشرقية. بالنسبة أيضا ليوم الغد، السحب ستكون حاضرة على السواحل الوسطى، على السواحل الشرقية والمناطق الداخلية الشرقية، إذن أجواء متقلبة، احتمال لبعض الأمطار نحو سواحل خاصة الشرقية. الأمطار ستكون على شكل زخات برعدية على المناطق الداخلية الشرقية خاصة بمنطقة الأوراس. ضباب سيميز السواحل الغربية خلال الصباح الباكر، تتبع أجواء منغشة جزئيا، وهذا إلى غاية الهضاب العليا الوسطى وأيضا الغربية، تقريبا نفس الأجواء بمنطقة الواحات. صفاتم على شمال الصحراء إلى غاية الجنوب الغربي، ومساحة الأرصاد الجوية تبقى دائما تنبه من تساقط أمطار رعدية على أقصى الجنوب نحو وسط الصحراء الجنوب الشرقي ومنطقتي الهوغار والتاسيلي، ستكون أكثر استمرارية نحو منطقتي الهوغار والتاسيلي. تطاير الرمال أيضا سيكون بوسط الصحراء وأقصى الجنوب، مما سيعمل على أن تكون الرؤية متوسطة. فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم، تتراوح ما بين 18 إلى 24 درجة على المناطق الشمالية، تصل إلى غاية 30 درجة على شمال الصحراء الجنوب الشرقي وحتى بالجنوب الغربي، لن تتعدى 22 درجة بثمن راس وجنات. خلال ظهيرة الغد سيكون هناك تراجع لدرجات الحرارة على أغلب المناطق الشمالية بالخصوص الوسطى والشرقية، حيث ستقارب 24 درجة فقط بباتنا بخنشلة، 29 درجة بوهران بقسنطينة، 28 درجة بعنبة، تصل إلى 33 درجة بتيزي وزو، تقريبا نفس المقياس بالعاصمة، ترتفع بدرجة واحدة نحو وهران، 38 درجة بغليزان بشلف أيضا، ستعرف تراجع مقارنة بنهار اليوم. تصل لغاية 43 درجة على شمال الصحراء الجنوب الشرقي، 32 درجة فقط بثمن راس وجنات، وتبقى دائما أجواء حارة تخص مناطق تندو في لغاية عين صالح مرورا بأدرار. أما عن حالة البحر ليوم الغد، سيكون قليل الاضطراب على السواحل الوسطى، مضطرب على السواحل الغربية وحتى الشرقية، الرياح تبقى ضعيفة إلى معتدلة نحو السواحل الوسطى والغربية، تأتينا من شرقية إلى شمالية شرقية، تدور إلى شمالية غربية نحو سواحل الشرقية. نطير بحضراتكم الآن إلى بعض العواصم الأوروبية، حيث بإذن الله الأجواء ستكون مشمسة على أغلب العواصم إلى غائمة بفيينا، وكذلك تقريبا نفس الأجواء ببرلين. أما عن درجات الحرارة، تقارب 24 درجة بلندن، ببرلين 21 درجة، بفيينا 28 درجة، بكييف تصل لغاية 29 درجة، بروما واسطنبول وترتفع بمدريد لتصل لغاية 34 درجة. نعود إلى أرض الوطن، على مستوى العاصمة وقت شروق الشمس صبيحة الغد بإذن الله سيكون في حدود 5 صباحا و 56 دقيقة. دائما لأكثر تفاصيل تبقى عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة. أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.